ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده هنشرح فيه أنواع المينيتشر سيركت بريكر أو مفتاح الفصل والتوصيل اللي هو بيبقى موجود في التابلو بتاع البيت عندنا، في موجود عندنا في البيت جنب الباب كده. طيب أنا بشرحه للناس ليه؟ بشرحه عشان خاطر لو أنت مهندس كهرباء أو لو أنت فني كهرباء أو لو أنت كهربائي موجود بره بتشتغل في السيرسيون، مهم جدا تسمع الفيديو ده معايا لآخره. طيب أنا يا عم أنا مش كهرباء ولا حاجة، فدي معلومات عامة للناس اللي موجودة في البيت أو حد بيجهز شقته جديد يعرف أنا رايح أشتري المفتاح ده كام أمبير. ليه؟ عشان خاطر الكهرباء يجي يعمل لك شغلانه ويمشي، لكن انت لازم تبقى فاهم وعارف انا شاري ده كام امبير وهغيره في البيت عندي بكام امبير، ويعني ايه السي والدي والاي والحاجات اللي بتبقى موجوده عليها دي. لو مهتم كمل معايا الفيديو. جاهزين يا جماعه نبدا الفيديو؟ يلا بينا نبدا الفيديو. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. طيب احنا قلنا اول حاجة ان الانواع بتاعته دي بتبقى موجودة عندنا، في منه انواع كتير زي ما احنا شايفين، ده اي بي بي، ده مارلين، تمام، وفي عندنا منه حاجات كتير جدا، وشنايدر وتيلي ميكانيك. طيب ما انا ما هنا ما بتكلمش على الانواع، انا هنا بتكلم على المواصفات الفنية. المواصفات الفنية بمعنى ايه؟ ده عندنا 3 فيز، تمام، وده عندنا 2 فيز او 2 بول، وده عندنا سنجل بول اللي هو بيبقى موجود مثلا في الشقه بيغذي الاوضه الصغيره الصاله والى اخره. طيب ايه بقى هي المعلومات اللي عليه؟ اول معلومه هنا عليه هنا، يعني انا الواجهه هنا اول معلومه عليه اللي هي بتبقى موجوده فوق ديت، ده بيبقى الكي 60 ان، ده بيبقى رقم الموديل، تمام، ده رقم الموديل فقط لا غير، يعني انا ما اروحش اشتريه وافتكر ان هو ده الرقم اللي انا اروح اجيب بيه المينيتشر دوت او المفتاح ده. يعني انا ما اقراش ان دي 60 امبير اروح اجيبه 60 امبير، اروح اركبه على في الشقه عندي مثلا يكون هي 16 امبير تبقى المصيبه حصلت وهو ما فصلش. حلو الكلام؟ طيب وانا ممكن اقول للكهربائي تعالى ركب يا عم وغير، لا، المعلومه دي لازم تبقى واصله عندي كويس جدا. انا كراجل صاحب بيت بروح اشتري مينيتشر ما اقراش الرقم ده واقول ان هو 60 امبير، لا، ده رقم الموديل بتاعه زي رقم موديل العربيه و الى اخره، تمام كده؟ طيب ايه بقى هنا الرقم؟ ايه هنا حرف السي وال 16 ده؟ حرف السي ده عندي كده الناس بتوع الكهرباء مهندسي كهرباء فاهمينها، اسمها كيرفات التيار، تمام، في منها A وبي وسي ودي، ودول الاكثر شيوعا. حلو الكلام؟ طيب هم دول يهموني في ايه اللي انا اعرفهم بقى؟ الاي والبي والسي والدي دول كيرفات التيار. طب انا يا عم انت بتقول لي كيرفات التيار ليه؟ عشان تبقى عارفها، عشان دي هتختلف معاك مع اختلاف الحمل. بمعنى ما اجيبش انا واحد سي مثلا واروح اشغله على كمبيوتر، تمام، ما اجيبش واحد سي واروح اشغله على موتور ميه، انا بدي مثلا، واروح اشغله على موتور ميه قدرته عاليه جدا، ما اروحش اجيب واحد دي ايه واشغله على، يعني كل حاجه وليها حاجه. حلو الكلام؟ طيب ادينا امثله عامه اوضح من كده. انا لما اجي اركب مثلا اللي هو الاي ده مثلا، خلينا بقى ايه نحفظهم مع بعض، الاي دوت ده بيبقى عشان خاطر الاحمال الحساسه، وده بيبقى يعني نادر الاستخدام. طيب ليه يا عم بيستخدم في ايه؟ عشان هو نادر الاستخدام، ده حاجات الكمبيوتر والكارتات الخفيفه بيبقى الشورت سيركت بتاعه او التيار اللي بحس بيه بيبقى من 2 لـ 3 القيمه اللي بتبقى موجوده عليه. القيمه اللي موجوده عليه دي ايه؟ 16 امبير. ال 16 امبير ده اللي هي بيسموها ايه؟ بيسموها احنا قلنا السي خلاص كيرفات التيار او التريب كارنت اللي هو بيسموه له اي ام الناس بتوع الكهرباء يعني، وفي عندنا ال 16 ديت اللي هي بتاعه التيار نفسه 16 امبير. يبقى انا اقول لك من 2 ل 3، يعني 16 دي تضربها في مره في نفسها من مرتين لثلاث مرات نبقى هو ده، وبيفصل بعدها اول ما يعدي فيه التيار، يعني ده بيسموه التيار المقنن، دي اقصى تيار بيمر في القاطع، تمام، من غير ما يعمل له اي ضرر ليه او للمعدات. ما هو من هنا بتحصل الحرايق، ان انا اروح اجيب حاجه غلط واركبها هنا بتحصل عندي الحرايق، تمام. يبقى احنا عرفنا ان السي ديت لو كانت ايه مثلا، يبقى احنا عارفين ان الاي ديت معانا بتاعه ايه بالظبط، تمام.
طيب اللي هي بتاعت الكارتات وده احنا بنستخدمهاش فما نركزش مع الايه. طيب نركز معايا يا عم. طيب نيجي نشوف البي كده بتقول ايه. البي دي بتستخدم عندنا لحماية السلك، يعني انا ما اروحش اجيب السلك اللي انا مركبه بيبقى 1.5 2 امبير 3 امبير 4 امبير، لو زاد الحمل على السلك السلك هيسخن وبالتالي هيجي مسخن البلاستيك اللي عليها، هتلاقيه هنا عمل معانا يعني اللهم احفظنا ماس كهربي زي ما بنقول الشقة الفلانية ولعت من الماس الكهربي. لو انا بقى عندي المعلومة ان شاء الله ده مش هيحصل معاك في البيت، لازم المعلومة تبقى عندك. طيب ده بيغذيلي ايه دوت؟ ده بيغذيلي كل الاحبال اللي موجودة في البيت مثلا اللي هي بقى البرايز بقى والتلاجة كل الاحمال المنزلية، وده بيبقى من 3 لـ5 امبير التيار الفعلي اللي هو لو هو مثلا ايه ده هو 10 امبير يبقى من 3 ل 5 يعني من 30 ل 50 امبير. لو حس ان في حمل زايد من 30 ل 50 امبير ده هيفصل معانا. تمام. طيب السي دي بقى اللي هي نفس اللي موجوده عندنا ده، دي بتستخدم في ايه؟ دي بتستخدم في حاجه اسمها عندنا الاحمال الحسيه. ايه الحسيه دي يا عم؟ يعني اللي بتستخدم في المواتير الصغيره والمحولات الصغيره والمراوح ولمبات الفلوروسنت. طب تفصل عندنا بعد قد ايه؟ من 5 لـ10 التيار المقنن اللي هو 10 امبير ده، يعني من 50 لـ100. خلي بالكوا البي كنا بنقوله من 30 لـ50، دي من 50 لـ100 يعني دي اعلى شويه. تمام. يعني انا ما اروحش اجيب ديت واروح احملي بها سلك 1.5 مللي يكون السلك ولع قبل ما هي تحس بحاجه. حلو الكلام عشان النقطه دي مهمه يعني. طيب بعد كده بقى بيبقى عندنا الدي بدل السي دي بتبقى الدي، مش احنا قلنا اي وبي وسي ودي. طيب الدي دي بقى اللي هي بتاعت الاحمال الحسيه بس الاقوى شويه الاعلى شويه، مواتير كبيره شويه محولات كبيره شويه. تمام. او في حاجه عندنا بتبقى اسمها يو بي اس كده كهرباء لا تنقطع، انا شرحه عندي على القناه يعني لو حد حابب يخش في موضوع اليو بي اس او مكن اللحام. طب ايه يا عم ال10 ديت؟ التيار المقنن بتاعها بيبقى من 10 لـ20 ضعف. تمام. يعني من 100 وانت طالع بقى اضرب العشرة في العشرين 200. حلو الكلام. حبيت بس اوضح لكم الفكرة دي عشان خاطر يعني ايه لازم اعرفكم الموضوع ده. وعلى فكرة بيبقى في عندنا حاجة كمان اسمها ايرس ليكج، ده قصة تانية عايزين نبقى نتكلم فيها او تخش عندي على القناة وتعرف ايه موضوع الايرس ليكج دوت وبيحميني من ايه. يبقى احنا عرفنا ان ده الستاشر دي او العشرة دي الامبير، والسي ده بتاع كيرف التيار، يعني انا ما اروحش اجيب كيرف قليل واحمي بيه حاجة كبيرة، او اجيب كيرف كبير وهنا الاخطر واحمي بيه حاجة قليلة، الحاجة القليلة هتكون اتحرقت وباظت وانا لسه عندي المشكلة قائمة. اخر حاجة بس هنتكلم فيها. تمام. انا عندي هنا العلامه دي بتقول ايه؟ العلامه اللي احنا شايفينها دي بتقول ايه؟ في عندنا هنا المربع ناقص ضلع ده بتبقى علامه الفصل الحراري او الثيرمال اوفرلود، يعني لما بيزيد الحمل سنه 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 نبدا نقول له افصل يا عم دلوقتي. تمام. لكن مش دلوقتي بيفصل بعد مده من الزمن، ولكن النص دايره اللي احنا شايفينها دي بتبقى علامة الفصل المغناطيسي، ودي اللي احنا كنا بنتكلم فيه اللي هي كيرفات التيار الاي والبي والسي والدي اللي احنا كنا بنتكلم فيهم هنا دلوقتي الاي والبي والسي والدي. تمام. والسكين اللي احنا شايفينها دي اللي هي بتاعت الفصل والتوصيل دي كده. تمام. يعني ده ايه؟ ده القاطع يعني. يا رب اكون وصلت لكم معلومة مهمة ومفيدة تفيدكم في بيتكم وفي شغلكم، يعني لو حد مهتم برضو يتابع المعلومة يستفاد منها. نسألكم الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.